الأخبار الأخيرة افتقدنا الفاعلية الهجومية وهذه المباراة نجازين لأفضل إن شاء الله. المنتخب العماني يعتمد على اللاعبين الهجوم ممكن يشكلوا لنا خطورة، شفناهم في المباراة الأخيرة، شفناهم في المباراة بتاع العراق بتاع كوريا نجازين. السلام عليكم اصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا يوسف الخبر. اصدقائي لو المره كتشوفوا القناه ما تنساش تشترك فيها وتفعل الجرس باش توصل دائما بجديد الفيديوهات. نشوفوا اول في هذا الفيديو غنشوفوا اللقاء الصحفي لجمال السلامي قبل مواجهه المنتخب العماني، مواجهه وجها لوجه مع مع الاعلام الاردني اللي كان غاضب على الاداء ديال المنتخب النشامه في المقابله اللي لعبها امام المنتخب الكوري بخساره. عندهم واحد الفرصه وهنا تكلم جمال السلامي وقال على انه عنده الثقه في المباراة انه غادي يفوز بها وان الحلم مازال غادي يحققه والذهاب الى كاس العالم. طوش عليكم اخوتي الاعزاء، خليكم تفرجوا في هذا الفيديو، خليوا اراء ديالكم تعليق لايك وبارطاج ونطلعوا في الاخر الفيديو. الصراحه ما في صبر لان ما في مجال لضياع اي نقطه، يعني ضياع اي نقطه يمكن فضياع حلم، يعني الناس لساتها موجوده في نهائي كاس اسيا تستنى تشوف المنتخب في النهائي. بالنسبه لحاله حسن حداد هو كان حس بشد فرصة تاع المنتخب الكوري وتكلمنا معاه، كان في توقف وجا للطبيب الدكتور محمود وشيك عليه وقال لي قال لي ما فيش مشكل. حتى شفنا انه مع بداية المباراة كان نور سقط في الجهة اليسرى وكان طلب دخول الطبيب وبعدين كمل المباراة، وبالتالي حسن ما كانش عنده مشكل. بس لما طار عليه عيا كثير في الشوط الثاني تم تبديله لانه احنا نحتاجه في المباراة تاع اليوم وكان لازم نخرجوا قبل ما تطلع، وبالتالي هذا علاش قمنا بتغيير حسن حداد. بالنسبة للموسى التعمري أنا عارف أنه من فترة السابقة كانوا عندنا جوج ديال الإصابات تاع النجوم تاع المنتخب اللي هو موسى وكذلك يزن، وبالتالي عندنا طاقم طبي تنشكروا فيه كبير كثير وتنشكروه لأنه تقوم بعمل كبير. لانه نتكلم اولا على يزن عيمات ما كان يكون جاهز لولا المؤهلات والقدره ديال الطاقم الطبي والخبراء اللي استعان بهم تجهيز المباراه السابقه. بالنسبه لموسى نفس الشيء، احنا بعثنا الكتاب الرسمي للانديه اللي عنده اللاعبين تاعنا وما كانش عندنا اي استفسار او اعتراض من الانديه تاعهم. موسى حضر معنا والطبيب شيك عليه، كان يقوم بعلاجات مع الدكتور وعلاجات خاصه لانه عنده برنامج مع النادي تاعو. ملي تاكدنا بانه ما يمكن يلعب معنا المباراه تاع عمان فاحنا فضلنا انه يرجع للمنتخب للنادي مونبوليي ويشرفوا عليه، خاصه موسى هو لاعب مهم. لما تقرر انه يرجع فكان تاثر بشكل كبير، ولكن كانت هذه فرصه انه نشوفه قبل من لانه ما غنشوفوش حتى شهر الربيع، وبالتالي كانت فرصه فينا انه يجي نعرف حالته يكون معنا وبعدين نرجع للنادي تاعو ويجهز. مرحبا به لانه عندنا فريق متكامل العناصر وكل لاعب تقدم اضافه، كاين حضور موسى من الناحيه المعنويه مهم جدا، حتى حضور يزن شفت المباراه السابقه لما دخل يزن فاللاعبين تحرروا اكثر، وبالتالي احنا نتمنى يكونوا اللاعبين كاملين حاضرين معنا. احنا ما عندنا مشكل مع اي نادي اللي يتواجد فيه اي لاعب من المنتخب الوطني. احنا دائما بعد المباراه درسنا خصوصا بعد المباراه الكبيره درسنا بعض اكثر من مره اجتماعات، يعني غير اجتماعات مع المدير الفني احنا كلاعبين نقعد مع بعض وبنحاول انه يعني نشوف شو الغلط فينا احنا كلاعبين ونحاول انه نحفز بعض بعد الخساره دائما. فان شاء الله انه احنا يعني عائله واحده داخل المنتخب وكلاعبين بنحاول دائما انه نجد من ازل بعض وبس هذا اللي بيصير لنا. يعني كيف تيجي اللاعبين مثلا انه هذا حلف مش سنه من بلد كامل كل لاعب ينتظر في الفرصه، يمكن هاي افضل فرصه وهي افضل نسخه وكل حاجه، انا هاي
من افضل نسخ اللاعبين الموجودين، فشلنا في مثل هذا يساعد اللاعبين يعني نسخهم شوي احنا يعني اليوم قابلنا. شوف احنا انا كلاعب اردني بمثل كل اردني موجود في اي مكان، وانت كصاحبي اردني بتمثلني انا كاردني. فالحلم حلمنا جميعا يعني، واحنا بنها يعني نتمنى منكم انتم كمان انه تدعموا اللاعبين. لسه الطريق طويل يعني، الطريق ما انتهى، فبتمنى منكم يعني انتم اهلنا واخواننا وما في يعني بيننا اي شيء يعني، بنحاول انكم توقفوا معنا وما تنسوا انه احنا اهل يعني. بس احنا يعني الحلم هذا احنا دائما بنحكي باجتماعاتنا كلاعبين، مش انه الان احنا فرحة وطن يعني، انتم شايفين كيف الاوضاع حوالينا يعني في شيء بفرح الشعب كرة القدم والمنتخب بعد كأس آسيا، فإن شاء الله نحن يعني نفرحكم بإذن الله. زملاء عند حضوري في المؤتمر التقديمي لو ما كانش عندي ثقة ما أكون هنا في الأوروبا، ما عنديش وقت أضيع، وبالتالي العمل اللي تنقوم به عمل كبير ممكن تشهدوا عليه اللاعبين إعلاميين تواجدين في مكان آخر، جمهور متواجد في مكان آخر، طبيعي الحال أنا أتحمل النتيجة، أتحمل مسؤوليتها، أتحمل مسؤولية اختيار اللاعبين، لكن الشغل اللي تنقوم به شغل كبير، عندنا ثقة في اللاعبين وإن شاء الله التأهل شيء كبير. أظن أنه نتمنى يكون شخص هون حضر كأس العالم مش عارف قيمته، وبالتالي التأهل ليه مش سهل، مش بالكلام، الشغل. أنا أول واحد أثق وأؤمن بأننا غنتأهلوا إن شاء الله لكأس العالم، هذا الشيء نحاول نمروا اللاعبين. نتمنى أن صحفيين، جميع الإعلاميين، جميع المحيطين بكرة القدم الأردنية يآمنوا بنفس القدرة ونفس الدرجة. إحنا قادرين إن شاء الله لأننا نتأهلوا لكأس العالم، بس لازم إصرار، هيكون صعوبة طبيعي الحال، ما كاينش شي حاجة بدون ثمن، وبالتالي صعوبة مهمة والتخطي ديالها مهم. احنا تنمروا بمرحلة صعبة لأنه تنفتقدوا الفعالية الهجومية غياب لاعبين مهمين، ولكن عندنا القدرة إن شاء الله في مباراة ديال بكرة باش نعدلوا كما عدلنا ضد فلسطين إن شاء الله. هذا العماني أدى منذ البداية مباريات كبيرة، أظن أنه ضد المنتخب العراقي كان يستحق نتيجة أفضل من هذه، وبالتالي مباراة العراق حصل فيها هدف واحد، لأنه أيمن حسين سجل هدف، والعراق استغلوا هذه الفرصة، ولكن المنتخب العماني كان أفضل في المباراة تاع العراق. مباراة تاع كوريا كان ممكن يكون أفضل في النتيجة، بس ارتكبوا أخطاء وقوة المنتخب الكوري الجنوبي. بالنسبة للمباراة السابقة الأخيرة كان عندهم تغيير في الإطار التقني، أعطاهم دعم، سجلوا 4 أهداف، كان ممكن يسجلوا أكثر، عندهم لاعبين مميزين أنا أعرفهم، لازم نكون إحنا حاضرين لأنه المنتخب العماني مش منتخب سهل، عنده مؤهلات، عنده لاعبين مميزين في بعض المراكز، وبالتالي إحنا لازم نكونوا في أوج العطاء تاعنا، لأنه المباراة الأخيرة افتقدنا الفاعلية الهجومية، وهذه المباراة احنا جاهزين لها أفضل إن شاء الله. المنتخب العماني يعتمد على اللاعبين الهجوم، ممكن يشكلوا لنا خطورة، شفناهم في المباراة الأخيرة، شفناهم في المباراة تاع العراق تاع كوريا، احنا جاهزين، اللاعبين تاعنا جاهزين إن شاء الله. نتمنى أن نتوفقوا في المباراة تاع غدا إن شاء الله، لأن الكلام لحد الآن ينطبق على هذه المرحلة، مازال مراحل أخرى نكون مجهزين فيها أفضل إن شاء الله، ومبتعنا هو تخطاوا هذه الفترة الصعبة بأفضل النتائج، ثم لما نكون في قوتنا ما نهار أي فريق، لأنه عندنا مباريات صعبة في المراحل المقبلة، عندما نكون جاهزين 100% تظهر قوتنا إن شاء الله. وظهر نسبة القدرة ديالنا على التأهل لكأس العالم إن شاء الله. عندي ثقة في هذا المنتخب، عندنا تصور مستقبلي لهذا المنتخب، ولكن الفترة الحالية فترة صعبة، ممكن تمر منها أي منتخب. شفنا المنتخب العراقي سجل هدفين،
ثلاث مباريات، شكون اللي سجلهم؟ سجلهم أيمن حسين لاعب واحد، وبالتالي حقق لاعب واحد حقق ست نقاط للمنتخب، يعني نجم. وبالتالي حنا افتقدنا جوج ديال النجوم اللي تكملوا العمل ديال المجموعة. مجموعة عندنا شكلات على جوج ديال اللاعبين اللي ممكن ينهيو العمل ديال المجموعة، وبالتالي فقدانهم أثر علينا. غدا إن شاء الله يزن غيكون حاضر وعلي ومرضي اللاعبين الآخرين، نتمنى لهم التوفيق لأن عندهم القدرة على إظهار القوة تاعهم وإظهار التفوق تاعهم، ونتمنى أن نهاية ديال المباراة نحققوا النتيجة اللي طمحنا الجمهور تاعنا إن شاء الله حتى يستعيد الثقة في اللاعبين تاعهم إن شاء الله. نعرف أن الوصول للقمة صعب، بس أنك تظل في القمة أصعب، أنك توزع على كوريا وتعمل مباراتين إيجابيات أمر صعب، لكن ممكن من الأصعب أنك تظل مستمر. كوريا أتوقع أن مباراة كوريا كانت يعني بالنسبة لهم هي خلينا نحكي أنهم يستردوا من المباراتين السابقات، ويعني خلينا نكون واقعيين، منتخب كوريا صحيح منتخب قوي لكن احنا ما ظهرنا بالمستوى والاداء المطلوب، يعني ممكن نخسر لكن مش بالاداء اللي كان مطلوب، ويعني هاي حال كرة القدم وان شاء الله نكون في النهائي. هم اللي كانوا حاضرين. بالنسبه للسؤال على بنيادي، اظن انه في لاعبين مميزين، وبنيادي لعب لانه صاحب الثاني قوي الذهب، وابو النادي فهو شارك في المباراه الاخيره تاع وصفه الابطال ديال اسيا، استقطبوا النادي سلنغور لان عرف قيمته، اظن انه في الارض ما عرفوش قيمته، وبالتالي لاعب مميز تشوفوه في المستقبل ان شاء الله. بالنسبه لعارف الحاج، لاعب مميز عنده مؤهلات، مجموعة من اللاعبين الشباب عندهم مؤهلات ولكن ما عندهمش تجربة. أظن أنه هاد اللاعبين عدم تأهلهم للأولمبياد خلى يكون عندهم قرار كبير من ناحية التنافسية على المستوى العالي، وبالتالي إشراكهم غادي يجي وقته، ولما يكونوا حاضرين جاهزين في مجموعة من اللاعبين اللي ممكن يعطيوا إضافة للمنتخب، ولكن خاص الظروف ملائمة لإشراكهم إن شاء الله حتى يصبحوا هما سند هذه المجموعة. هذا هو التصور ديالنا. وبالنسبة للاعبين الآخرين تنظن بأن نفس الشيء ينطبق عليهم لأنهم لم يكتسبوا تجربة كبيرة لحد الآن، وهذا هو القناعة بتاعي. وانا اتحمل فعلا يمكن اللاعب لاعب تقل فعالية اللاعب، لكن هذا المنتخب والمدرب شغله منا احنا نكون حاضرين، وفي يعني امور تكتيكية ممكن الجمهور او المشاهد ما يكون على دراية فيها من حالة دفاعية او تغطاية للاعب اخر، يعني في النهاية هي اختيارات مدير الفني واحنا نحترمها، واكيد احنا جاهزين لاي مركز فيها المنتخب. أجبت على هذا السؤال الأول. طريقة التعامل تكون على حساب اختلاف الوضعيات، اختلاف الظروف. تعاملنا مع اللاعبين تكون بشكل فردي، تكون بشكل مجموعات، تكون بشكل جماعي، تكون بالكلام، تكون بالحصص تاع الفيديو، تكون مجموعة ديال الظروف، كل طريقة تكون وقتها. وعلى حسب الوضعية وعلى حسب الحالة، وبالتالي الطرق تختلف، ولكن الفعالية والنجاعة تاع الطريقة تكون على حسب الحالة. وبالتالي احنا أهم شيء كان عندنا في هذه المباراة هو استخلاص الدروس من المباراة السابقة، ثم نعرف شنو الأسباب، ثم أن بنينا على هذه الأسباب حتى وضعنا طريقة للخروج من هذه الوضعية وهذه الحالة. واليوم لينا مباراة ديال عمان، بنفس نفكروا في المباراة ديال كوريا. الآن التوجه تاعنا، التصور تاعنا، والتخطيط تاعنا المباراة ديال عمان إن شاء الله، نتمنى لهم التوفيق فيها، عندنا كل الثقة في اللاعبين، وإن شاء الله يكونوا جاهزين وحاضرين ويمتعونا ويمتعوا الجمهور
وأظن أن المنتخب العماني منتخب اللي ممكن تلعب معه كرة ولأنه يلعب كرة مع منتخب محترم، ونتمنى أن المباراة تكون ممتعة للجميع اللي راه يتابعوها وتكون النتيجة بطبيعة الحال بالنسبة لنا إيجابية حتى نبقى في مشوار ديال الطموح التأهل إن شاء الله تعالى. زملاء الصحفيين أخو سؤال؟ أنا جاوبت في خلال سؤالك، قلت انه مباراه ديال فلسطين كانت مباراه رائعه، قدمنا افضل مستوى بدون مستعمل بطبيعه الحال مستعمل لاعب مميز، غياب تاعو ما شكل علينا صعوبه في المباراه تاع فلسطين، وبالتالي انا بالنسبه لي شخصيا النقاط اللي ضيعناها لحد الان ضيعناها ضد الكويت، ما ضيعناش ضد كوريا، لان كوريا ما كناش في المستوى، هذا معطى واضح بالنسبه للمنتخب الاردني. حتى في المسابقات السابقة تعرفوا شيء بشكل أوضح أنه المنتخب الأردني يكون فعال إذا لم يكن تجمع قوي، ودائما في البداية تكون صعوبة، وبالتالي هذا شيء مهم الأحداث تتكلم عنه، لأنه اللاعبين لما يحضروا ما يكونوش في نفس الجاهزية، ما يكونوش في نفس التقييم، وبالتالي تكون خصنا وقت حتى الجميع يصير جاهز 100% ويصير عنده نفس التصور. المباراة ضد كوريا كانت تحصيل حاصل لأننا ما كناش في المستوى، وبالتالي المباراة ديال الغرب إن شاء الله لازم أننا نكونوا في المستوى ونحققوا نتيجة إيجابية، وهذا الكلام ما يصير لأنه عادي يصير كلام ويصير فضاء، لأن الجميع يطمح، لأن الجميع يحلم، وجميع عنده رغبة في المنتخب أنه يوصل. المنتخب شكل على مراحل، واول العطاف ديالو كان في اسيا، طبيعي الحال حنا تنسعاو باش نحافظوا على هذا التطور، ما عندناش وقت باش نقوموا بتغييرات كبيره. من الناحيه الاستراتيجيه انا تكلمت لانه عدم وجود دكه بدلاء نفس قيمه اللاعبين اللي متواجدين كان راجع مجموعه ديال الاخطاء اللي ارتكبت من قبل، وبالتالي لازمنا الوقت، عندنا لاعبين تنتقوا فيهم ولازمنا وقت حتى يصير عندنا منتخب قادر على انه يحافظ ويكون هو المبادر، يكون هو اللي عنده جرأه، يكون قادر على انه يستقر الاداء ديالو 100%. الان في تذبذب لان تمر صعوبات، ولكن ان شاء الله مستقبلا يكون عندنا استقرار في الاداء ونكون غادي ترجع لي الثقه ديالو في المنتخب ان شاء الله، ونتمنى التوفيق في المباراه ديال الغد ان شاء الله لانها مهمه جدا. نتمنى المساندة ديال الجمهور، لأنه لاعبين محتاجين السند تاع الجمهور ديالهم، لأنه نلعبوا في الملعب ديالنا، وبالتالي خارج الملعب ما تطرحش لنا هذه المشكل، ولكن داخل الملعب نتمنى أن تكون المساندة كمباراة كوريا، مباراة كوريا الجمهور كان حاضر بشكل كبير، حنا اللي ما كناش حاضرين، إن شاء الله نكونوا حاضرين، نتمنى الجمهور يكون حاضر باش نحققوا نتيجة إيجابية إن شاء الله. وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى من هذا الفيديو يكون الإعجاب ديالكم، خلي رأيكم في التعليق على المباراة ديال عمان مع منتخب النجمة، واش غادي تكون مباراة قوية لهذا المنتخب اللي شفناه في آسيا يعني في واحد الازدهار ديالو وقدم كل شيء جيد، واش غادي يقدر يقدم عاوتاني مباراة اللي هي تكون رائعة باش يكون عندهم يعني حظوظ على أنهم يمشيوا لكأس العالم لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية. أصدقائي وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى من هذا الفيديو يكون الإعجاب ديالكم، خليوا أراءكم في التعليق، لايك وبارطاج، نتلاقاو في فيديو جديد موضوع جديد، والسلام عليكم.